استعمال وسائل الحماية الفردية ينقص ثلث حوادث الشغل بوسائل بسيطة وناجعة. الخوذة الحماية الرأس، النظارات الحماية العينين، وما ننساوش واقي الوذنين، وكذلك واقي جهاز التنفس، وبالطبيعة حذاء السلامة. القانون يفرض على المؤسسة والخدامة متاعها اتخاذ التدابير اللازمة والتعاون على ضمان سلامة العمال من المخاطر والأمراض المهنية. 45 ألف حادث شغل يقع كل عام في تونس، والحادث الجاي لا قدر الله ما تعرفوش عند شكون.